What in the hell? صباح الخير. أو صباح زي كل صباح. حضرتك رايح فين يا فندم؟ مطرح ما كله رايح. يعني أنا دلوقتي أحط إيه على الجي بي إس؟ حط عليه كله رايح. حضرتك بتحب تسمع حاجة معينة؟ طبعا. قول لي احط لك حاجة من عندي. دي عليها كل الأغاني اللي لازم كل إنسان يسمعها. دموع 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 الحمد لله على السلامة، يا رب تكون انبسطت بالرحلة. دي الحاجة الوحيدة اللي أنت قلتها صح، كلنا في رحلة بس الله أعلم هننبسط في آخر الرحلة ولا مش هننبسط في آخر الرحلة. لو انبسطت يا ريت تحط لي 5 نجوم. هتعمل بيهم إيه ال5 نجوم؟ ما في الآخر كله رايح. وهي مترين في متر. لا 5 نجوم هينفعوا ولا 3 نجوم هينفعوا ولا نجمتين هينفعوا ولا نجمة هتنفع. افتكر حاجة.